انه النجم محمد رمضان ظهر في حملة توعية ضخمة لإرشاد الشباب وتحذيرهم من مخاطر المخدرات والإدمان بأنواعه طبعا. والحملة دي كانت من إخراج مروان حامد ومدير التصوير أحمد المرسي والمنتج الفني هشام سليمان. ويمكن جه اختيار محمد رمضان للحملة هو ان في شباب كتير جدا واخدين من محمد رمضان مثل اعلى ليهم، والحقيقه ان دي حاجه طبعا تحسب لرمضان انه بيكون يحاول يبقى مثل اعلى صحيح للناس، وكمان تحب تشوفه طبعا على الرغم من الانتقادات الكتير اللي كانت بتتوجه له قبل كده. لا، على الرغم من الانتقادات دي الحقيقه، لكن الناس اللي كانت ضد محمد رمضان بعد ما عمل الحمله دي بقت معاه. محمد رمضان بدا من ايام تصوير مسلسله الرمضاني الجديد الاسطوره واللي بيخرجه محمد سامي، وكمان هيشاركوا في البطوله الفنانه الكبيره فردوس عبد الحميد والفنانه روجينا ونسرين امين ومجموعه تانية كتير من الفنانين. الشهره، النجاح والاضواء، المستقبل، كل ده حلمنا بيه سوا، جرينا ورا حلمنا بأقصى سرعة، ما هربناش، واجهنا، والمواجهة فرصة، فرصة تختبر فيها قوتك. يجب أن تعلم أن لدي عقل. الرجولة إنك لما تقع أظن ذلك تقوم بسرعة وتكمل، ولما الأبواب تتقفل في وشك ما تستسلمش. أحمد، حاول تاني وتالت وعاشر. كنا عارفين ان الظروف صعبة والطريق مش سهل، وكان سهل انها توقعنا.